فقلت لها طب بص يا كاميليا، بص يا بنتي، دين محمد مش لعبه. دين محمد مش لعبه؟ نعم. انت بطاقتك معاكي؟ نعم. وشنطتك معاكي؟ نعم. عايزه تقعدي عندنا، اول حاجه افتحي تليفونك. هي كانت قافله موبايلها. اه نعم. فقالت لي انا كسرت الشريحه، اللي ابونا بيقول انه لقي على التليفون ارقام لواحد اسمه محمد صلاح وبتاع. يعني تليفونها هي معاها؟ تليفونها كان معاها. فقلت لها كاميليا انت تليفونك كان بيدي غير متاح. عرفت لما انا لقيت على احد المواقع تليفونها غير متاح؟ لا ان رقمك. هم نشروا رقمها وقالوا اتصلوا بها في الفتره اللي بقول لك انا قريت لما لما بتوع الامن سالوني كتير عنها قلت ادخل اقرا. فرنيت من فضول زي الناس فلقيت غير متاح. انا فتحت تليفونات وبفهم فيها. فمغلق لما تغلق بيدك، لما تشيل البطاريه ولا الشحن يخلص يدي غير متاح في الغالب يعني. عرفت؟ فاحد النصارى كان قلقان قوي بيقول تليفونها غير متاح يعني معناته هي اتخطفت او دخلت في منطقه غير. فقالت لا انا كسرت الشريحه والتليفون معاها. فقلت لها ماشي. فقلت لها طيب افتحي تليفونك وردي على امك، ردي فجيعه ام. ردي فجيعة أم. اه لا يجوز. الرسول عندنا صلى الله عليه وسلم على غضب على صحابة فجعوا يمامة في صغيرة ما شاء الله. عرفت؟ فقال من فجع هذه في ولدي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نفجع، لا يجوز. فانت رد من باب فجعته. فقالت لها طب ان شاء الله انا معايا الرقم وانا هطلب في الوقت المناسب، انا هطلب يعني هطمنهم كده. قلت لها ردي فجيعة أم مفجوع عليكي. نعم. رد اتصل التليفون. عرفت؟ يا ماما انا رايح اسلم، انا بخير وبصحه جيده ورايح اعلن اسلام. نعم. او رايح اسلم، او انا بخير وبصحه جيده ما تقلقوش عليا وانا يومين ثلاثه هقول لكم. نعم. عرفت؟ وانت اقعدي معانا يومين ثلاثه ادرسي. عرفت؟ هعرض عليك الاسلام وهعرض عليك النصرانيه وبراحتك يعني، انت براحتك. وانا اقسم بالله العظيم لو حاله زي كاميليا مثلا جت لحد ما بقوم وادور عربيتي وطالع، هي يا بنتي والله على ما اقول شهيد. وعندي حالات بتطلع تكذب. هي بنتي على الازهر ولا على بيتكم ولا فين؟ صحيح. فقلت لها كاميليا بطاقتك معاكي، ولو عايزه تردي سرا بهدوء نردك، لو عايزه لو خايفه وعايزه تردي لجوزك بحراسه انا هوديك امن الدوله واخليهم يجيبوهم ويكتبوهم قرارات وتروحي موفقه. اما دين محمد مش لعبه، انت هتسلمي بعديها تقول ارجع قطع رقبة على طول. قالت لي حد الرد، حد الرد، حد الرد. آه. فقلت لها ما تفرحش قوي كده، ما في النصرانية برضه في حد الرد. انا لسه معايا الكتاب المقدس اللي انا علمت لها على الفقرات او الايات بمصطلحهم اللي فيه. نعم. عرفت؟ بالتحديد. وانا فاكر التثنية 6 على 13 والتثنية 13 على 6 واللقاء 19. نشوف الكتاب يا شيخ ابو يحيى. ماشي. أنا شنطتي لا يفارقها الكتاب المقدس. مكتوب علينا هنعمل إيه بس؟ الكتاب المقدس اللي كان اللي أنا كنت بتكلم كاميليا منه. وقلت لها يا بنتي ده كتابكو بالظبط كده، ده كتابكو. قالت لي آه. عرفت؟ أنا لسه حتى الورقة محطوطة. والله من حطيتها ما لمستهاش، لأن إحنا بعد كده لما قبض علينا راحت الشنطة أمن الدولة وقعدنا طلعنا هي موجودة، فأنا ما من ساعتها يمكن أكون ما قريتش ولا حاجة. فطلعت لها حد الردة فقالت لي لا. قلت لها في عندكم حد رد، في المسيحيه حد رد. فقالت لي عندهم. عرفت؟ الله اكبر. والله قالت لي عندهم. قلت لها في عندكم حد رد؟ قالت لك لا مش عندنا عندهم. فقالت لي عندهم حد رد. مسلمه حرفت. من سنه لكن بص. انا ما اعرفش، ما حدش قال لي. ما حدش رغم ان قلت لها طب انت دارسه قاريه؟ انا حد علم ان الارثوذكس مش قاريين قوي. اللي قاريين قوي الانجيليين شويه بتاع كده. نعم. لكن دول يعني قراءتهم ارثوذكس بس يعني. بس يعني لكن قراءة ودراسة في الكتاب المقدس عند الأرثوذكس ما فيه من خلال تعاملي مع الناس يعني. نعم. فقلت لا أنا يعني لأن كنت مهتمة وكانوا بياخدونا يدرسولنا حاجات وإحنا بندرس للأطفال وكلام من ده، فأنا مهتمة ودرسة يعني. درسة يعني درسة مر عليك كله مر عليك كله. نعم. فقلت لها طب طلعوا التثنية 6 على 13 فلسه والله أهو وبخط القلم اللي أنا شاورت الكاملي عليه. صحيح. عرفت؟ في لسه معلم لها عليه. نعم. فإذا أغواك سرا أخوك، فإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابن أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك
من آلهة من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها، فلا ترضى منه ولا تستمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله. فهي جت عند قتلا تقتله شدت من الكتاب تشوفه يعني، فرحت مشاور لها بالقلم، عرفت متعلم بقى بالقلم كده، شاورت لها بالقلم على على عليها اهو يا بنت اهو، بل قتلا تقتله. يدك تكون عليه اولا لقتله، ثم ايدي جميع الشعب اخيرا ترجمه بالحجارة حتى يموت. هو يعني شيخ ابو يحيى دي حاجة يعني ده اللي انا فاكره، فحد قالت لي والله موجود، قلت لها والله بنتي ثلاث مرات، فقالت لي ده بس ده العهد القديم يعني اللي بيقول على العهد القديم، قلت لها ما جئت لننقض لكن ايه؟ هو في يعني فقلت لها طب لو روح نروح على العهد القديم على العهد الجديد، طلعت لها في لوقا 19 وكده. المهم حضرتك هي بس مع تعليق على قضيه حد ده، طب يعني حتى لو ما ده موجود في الكتاب وللاسف فقالت لي ما حدش فيها، هناك اصلا هناك تجديد لفتوى بقتل او يعني فتوى القومس مورس عزيز اللي هو كان بيكتب على الانترنت باسم الاب يوتا، ثم هرب من مصر لما انكشف امره من سبه للرسول صلى الله عليه وسلم، له فتوى يعني المرصد انفرد بنشرها فتوى صوتيه وهنذاعها لحضراتكم في التسجيل ان شاء الله، وهو بيقول ان كل اللي ترك المسيحيه وزار الاسلام هو خائن خيانه كبرى ويجب ان يقتل ويجب ان يقتل. فدي مساله، والحوالي للاسف نفس الاسبوع اللي بعد كاميليا في حوالي 4 أشخاص قتلوا ما بين مسلم قديما او مسلمه قديمه او واحد تزوج انسانه مسلمه. يعني والمظاهرات هل هي ليست حد رده؟ يعني المظاهرات رد فعل الكنيسه، الاعتقال في الاديره، الاخت وفاء قسطنطين، كاميليا نسال الله ان يفك اسرها، وقبلها تريزا وماريان وكريستين وعبيد ناجح، كلهم القوا في الاديره. مش يعني اذا لم يكن هذا حد رده فماذا يكون؟ المهم فقالت لي والله هي لا قالت لي هو معلش انا ليا استفسار، هو حضرتك كنت يعني ابونا و يعني فقالت لي لا بجد عايز اسال يعني ليه. فلما لقيت الشنطه وفورا انا طلعت النص وكلمتها وكده، فقالت لي بصراحه انا متعجب يعني ما كنتش اتخيل كده ابدا يعني ما كنتش اتخيل كده ابدا يعني. لكن يلا ف قلت لها انت الان حره لحد الان ترجع مكانك معززه مكرمه، ولو متضايقه من جوزك تقلبي كاثوليك تقلبي اي حاجه اي مله اخرى في النصرانيه عرفت وتبقى ارتحت، لكن دين محمد مش لحق، تراجع نفسك عشان ولادك. قالت لي ده ولد واحد، قلت لك انا كان التبس عليا في النت يعني، فالاهل البتاع الكلام ده. فقالت لي والله يا شيخ انا مسلمه وانا بصلي وانا يعني من سنه ونص انا تمام، وقاعده يعني لابسه النقاب وعليها الحشمه والوقار، لما كنت مثلا انا اخش جوه عشان ارد على تليفون علشان اتكلم بتاع الكلام من ده او اغير هدوم علشان هبدا استعد الخروج وارجع، سبحان الله ترجع تلاقيها بتسبح الله تستغفر الله تعمل ف يعني نسال الله عز وجل ان يفك اسرها، نسال الله ان يفك اسرها يعني والله تركه في القلب في الحلق غصه يعني يعني الحمد لله. يعني انا قلت لحضرتك ان انا جات لي مان جرجس نظير جرجس عايز امشي اتفضل، نور عياد عايز امشي اتفضل، ما عنديش مشكله اي حد، ما انت لسه على البر. البنت اللي عملوا عليها الدوشه الاخيره دي دميانه لطفي، اقسم بالله انا في الازهر رميت البطاقه في الشارع 4 مرات وموجوده دميانه طلعت كده عرفت، لان احنا مش يعني عمليه ما هياش عادات وما هياش اصفار، انت عايز حد يبقى جاي. لا هو لو 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 جه وعنده مشكله وحلتها له ورجع واو الى اخره زي الكلام من ده، افضل واشرف واكمل مليون مره من ان هي تسلم وترجع. صحيح عرفت ازاي؟ ويسموها بقى قضايا العائدين قضايا مش عارف ايه الكلام من ده، ودي جربت ورجعت ودي عرفت. فقعدت دردشت معاها في بقيه الكلام، لقيتها ما شاء الله عليها، فقلت لها طيب نرجع بقى علشان ايه انت كده خلاص، يبقى انت هتروحي الازهر علشان تشهري، يبقى المشايخ يسالوكي بعض الاسئله، فانا عايز اعرف برضو الان من المسيح عندك؟ قالت لي على زمان ولا على اسلامي، انت بتسالني يعني كواحده من النصارى القدامى يعني ولا المسيح؟ قالت لي عبد الله ورسوله. الله اكبر. عبد الله ورسوله نبي من الانبياء. نعم. قلت لها هو ما
مش تجسد ونزل علشان يغفر خطايانا والرب قتل نفسه عشان يرضى وكده وأسلم. فقلت لها طب عرفت ازاي والكلام من ده وقضية الخطية؟ قالت لي بص يا شيخ باختصار، قضية الخطية دي عبارة عن حاجة، شديت قضية الخطية تهدت المصانع. صحيح والله باللفظ كده. قالت لي انت لو شديت قضية الخطية عرفت تهدت المصانع كلها. فانا موضوع الخطيه ده انا من سنه ونص وانا بفكر فيه كويس 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 كويس. عرفت ازاي؟ انه مش ممكن بقى الاله. طب هو اللي حيرني برضو وما كنتش عارف افهمه، هو ثلاثه اتجمعوا بقى واحد، ولا الواحد انشق الى ثلاثه، ولا لانه هل هو الاب ولا الاب؟ هو الاب ولا الاب؟ يعني الله ارسل ابنه ولا الله نزل بنفسه؟ قالت لي بصراحه، وانا طبعا كانت علم علوم هي درس رياضيات يعني، فهركت معاها شويه برضه في النقاط دي كده وكلمتها. ان نرجع بقى للموضوع اللي بدات اكلمها في الاسلام، فقالت لي يا شيخ انا مسلمه. مسلمه طب ما هي اركان الاسلام. معلش تاني، قالت لك يا شيخ انا مسلمه من سنه ونصف. وقالت لي ان من 4 شهور قعدت مع الاخوه في المدرسه ونطقت الشهاده يعني إيه؟ لكن يعني في الاولانيه انا كنت مسلمه بصوم واصلي، لكن اعلنت قدام احد المدرسين. يعني هي منذ سنه ونص وهي مسلمه في بيت زوجها تصوم وتصلي سرا. وقبل ويطلع ابونا يكذب بقى الخبر. الله اعلم بقى دي ما اعرفش، لان انا مش هي قالت باللفظ كده، وان زوجي لم يمسني من سنه وزوجها لم يمسها. يطلع قدس ابونا يقول حصل له ما حصلش، هو قدر يعني، لكن انا بقول لك اهو حاجات حقائق. نعم. ابونا وايضا وبعد 4 ثبت لك الفلوس على سريرك معاها رساله. نعم. ويطلع حد يقول الكلام ده ما قلتوش كمان. طيب قالت بقى قبل 4 شهور قعدت مع الاخوه في المدرسه، يعني مع الناس في المدرسه وكنت فانا نطقت قدامهم الشهاده في جماعيا في حفل استشهار خاص داخل المدرسه. فاحنا مش عايزين نتكلم عشان ما نورطش حد وكده. عرفت، لكن هو ده اللي حصل. نعم. كده. نعم. لكن انا ورطت يموتوا كلهم. صحيح. تتقطع رقبنا كلنا. صحيح. في مقابل مسلمه بتستغيث. عرفت. صحيح. ما صحش يعني. لان انا لما جاي لك في الكلام صرخاتها في امن الدوله، صرخاتها في واحنا بيتقبض علينا ودعائها وهي واحنا بيتقبض علينا بعد كده والكلام من ده، يعني شيء يعني يندله الجبين. فالمهم قلت لها، قالت لي اركان الاسلام، قالت لي اركان الاسلام، قالت لي اركان الايمان، وقالت لي انها قارئه كويس وبتاع. قلت لها طب انت حافظه الفاتحه؟ حافظه قل هو الله واحد، لان الشيخ بيركز عليهم، ومن هو عيسى عندك والى اخره. فقالت لي يا شيخ انا حافظه 4 اجزاء، انا حافظه حوالي 4 اجزاء قران كريم. عرفت. فاحنا راكبين العربيه قلت لها سمعينا حاجه كده من قراءتك، فقرات لي من سوره قاف ايتين كده بتجويد يعني بترتيل كويس يعني ترتيل. فقلت لها واحنا نزلنا بقى قلت لها حفظا يعني كانت تحفظ حفظا منها. حفظها هي حفظ 4 اجزاء ما شاء الله، حفظ 4 اجزاء من القران. اي نعم. فنزلنا بقى خلاص متوكلنا على الله على الازهر، واحنا ماشيين طول الطريق مسافه يعني قعدنا ندردش طول الطريق ونتكلم وكده يعني لحد ما وصلنا الازهر. اول ما رحنا يعني تقريبا انا الشيخ عارفني او كده او الموظف اللي هناك يعني، فقال لي يا شيخ نصلي ونرجع، معايا حاجات كده وخلصنا نصلي ونرجع ان شاء الله. فدخلت انا وكاميليا، دخلتها على مصلى النساء وانا رحت مصلى الرجال. ولما رجعت عليها هي لما دخلت قعدت هناك في المصلى فضلت بنقابها، وهي لما دخلت تصلي فضلت تصلي بنقابها. فبعض الاخوات يعني شكوا فيها وحي، لان لما جيت استلمها لقيتها هي بترفع لحد النقاب كده وراجع. فقلت لها ايه في؟ قالت الاخوات اللي هناك دول نادوا عليا وقالوا لي ارفع النقاب، احنا من دخلتي وصليتي واللي بيدخل يصلي بيرفع النقاب وبتاع، وانت ما رفعتيش شكينا فيك تكوني راجل ولا حاجه. ارفع النقاب. فهركت عليها ايه الصعيديه طفحت عليكي بقى شايفينك راجل كده كاميليا، وعرفت يبقى كتر خير الراجل بقى اللي صبر عليكي بقى له قد كده. تعالي يا بنتي دخلنا انا والشاهد وهي، ادينا الراجل البطايق وصور البطايق على ورقه واحده